هذا وأعلنت لجنة التحقيق بالهجوم الذي استهدف مجمع كروكوس سيتي هول في ضواحي موسكو أن المتهمين قدموا شهادات مفصلة عن الجهة التي أمرت بالهجوم، فيما يستمر توافد السكان إلى مكان الحادث لتكريم ذكرى الضحايا. عشرات الروس يتوجهون يوميا إلى مجمع كروكوس سيتي هول في ضواحي موسكو لوضع أكاليل الزهور تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة نحو 140 شخصا. دموع وأمنيات بالشفاء العاجل امتزجت في هذا المكان الذي شهد واحدا من أكثر الأحداث دموية في تاريخ روسيا. نقدم تعازينا الحارة، لا توجد كلمات تصف ما حدث، كل ما نتمناه هو السلام لكل العالم. يتوافد الناس لوضع الزهور، أرى دموعهم حزناً على ما حدث. ما يمكن ملاحظته أيضاً هو كثرة المتطوعين الذين جاءوا لتقديم الدعم والمساعدة لكل من هم بحاجة لها. وفي حين لا تزال صالة الحفلات الموسيقية مغلقة وسط تواجد كثيف للشرطة وكذلك للآليات الثقيلة التي تعمل في ترميم المكان، يعود المركز التجاري إلى عمله المعتاد مع غياب شبه تام للزائرين. وعن محاكمة المتورطين، أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستيركين أن المتهمين بهجوم كروكوس الإرهابي قدموا شهادات مفصلة عن الجهة التي أمرت بالهجوم ومن ساعدهم في ذلك، فيما قضت محكمة في موسكو بحبس منفذي الهجوم لمدة شهرين على ذمة التحقيق بعد توجيه تهمة الإرهاب لأربعة معتقلين. وحسب المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي، تنص العقوبة على السجن مدى الحياة بعد إصدار الحكم النهائي. وإضافة إلى منفذي الهجوم الأربعة، قضت المحكمة بحبس ثلاثة متهمين آخرين على ذمة التحقيق، وهم رجل يحمل الجنسية الطاجكستانية ونجلاه، حيث تم اتهامهم بالانتماء إلى الجماعة الإجرامية نفسها. فادي صالح، المشهد من ضواحي موسكو.